السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده لذيذ جدا، عملنا قبل كده بيه كذا فيديو، وهسيب لكم رابط لفيديو من الفيديوهات. ان انت ممكن بكل بساطة تعمل فيديو، مجرد ان انت بتختار تمبليت معين، ومجرد بس بتبدل بعض الصور وبعض الكلمات يطلع لك الفيديو. يعني تمبليت اهوت، ماشي اهو، مجرد ان انت اخترت التمبليت دوت خلاص انت بقى عندك الفيديو بتاعك، مجرد بس بتعدل الكلمة وصور زي ما انت عايز لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. وسهل جدا ان انت تحط الافكار اللي انت عايزه، وتحط تكست، تحط العنصر. يعني مجرد مثلا الشخصيه هي عايزه ابدلها هنا، اخترت اهوت واروح رايح للافاتار واقول له انا عايز مثلا الشخصيه ديت. خلاص بقت موجوده، تمام. اكتب الكلام اللي انت عايزه هنا وشغل، خلاص هو يبدا بقى ان هو يتكلم كلام اللي انت تكتبه. فانت وفرت كتير. لو عايز فيديو احترافي محتاج ان انت تجيب شخص معين، محتاج ان انت تجيب حد صوته كويس، الانجليزي بتاعه كويس، تكست تقدر تختار تكست زي ما انت عايز، وتحط تكست وتعدل فيه زي ما انت عايز. كل الكلام تقدر ان انت تعدل فيه، الميوزك كل ده تقدر ان انت تعدل فيه ببساطة شديدة جدا. طيب خلينا نرجع للموقع. ممكن تقول له انا عايز بقى استخدم الشات جي بي تي. هقول له مثلا عايز اعمل، ابدا بقى اكتب اي حاجه انت عايزها. عايز فيديو مثلا عن مصر، مش هيجيب لك فيديو موجود عن مصر قبل كده، لا هو هيعمل لك حاجه خاصه بيك، تمام اهو. بدل ما تروح لشات جي بي تي وتقول له خد الكلام وبعد كده حطه هنا، فتقدر تعمل فيديوهات وتكسب منها من خلال ان انت تقدر تعمل القناه بتاعتك على اليوتيوب او على الفيسبوك او كذا. لو حد عنده اي مشكله في عمل القناه يكتب لنا في التعليقات، وممكن نعمل فيديو ازاي تعمل القناه بالتفصيل، وازاي ممكن زي ما انت شايف انت مش محتاج ان انت تكون قوي في الانجليزي عشان تعمل القناه. وان كان افضل ان انت لو عندك اي مشكله في الانجليزي تبدا في ان انت تتعلمه بشكل كويس. طيب عمل لك الفيديو، كتب لك نظره على مصر من الدوله، حضاره وتاريخ، عمل لك الفيديو خلاص، يعني انت مش محتاج تعمل حاجه تاني. يعني خلاص جاب لك معلومات عن مصر وبدايتها، وتقدر بس ايه لو في صوره انت مش حاسس انها منطقيه ممكن ان انت تعدلها، لكن هو حط لك صور كتيره من مصر وعمل لك شغل عالي، فتقدر من خلال الفيديو دوت ان انت تعدل فيه، لان لازم تدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي عشان تعمل حاجه كويسه، تمام. انت كده عملت فيديو بالانجليزي احترافي، بصوت ممتاز، بصوت احترافي، بخلفيات احترافية، وكل ده من غير ما يكلف حاجة خالص. This video takes a look at Egypt's ancient history, from its origins to the decline of its civilization. From the pyramids of Giza to the... تقدر بقى الفيديو ده تقول له اعمل لي الرندر بتاعه، تقول له بلاي، وتحمله بعد كده عندك على القناة بتاعتك، الشانل، سواء بقى يوتيوب، انستجرام، تيك توك، الحاجات ديت. وبالتوفيق ان شاء الله. الفيديو هو بقى موجود، وتقدر ان انت تشوفه مع بعض. From its ancient monuments to its vast deserts, Egypt had...